وفي فقرتنا التالية ينضم لنا الشاب شون جماني، ممثل العراق عن برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية، ومعنا من بغداد قادم الشاب الطالب عازف العود حامد سعيد. ورحب اليوم بالشباب الحلوين، قادم من السليمانية شون جماني، ممثل برنامج مفاجآت العراق في برنامج مفاجأة صيف دبي للزمالة التدريبية. أهلا وسهلا بي. يا أهلا. ومعنا أيضا الفنان الشاب طالب القانون قادما من بغداد حامد سعيد. يا أهلا وسهلا بيك. اسمك فني حامد سعيد يعني موسيقي. موسيقي. يا أهلا وسهلا بكم وجمعة مباركة، سعداء أنتم اليوم ويانا وفي هذه الفقرة شباب تحت الضوء. اليوم راح أبدو وياك شوم وأتحدث عن تجربتك، صالكم أسبوعين أنتو في دبي. نعم. وأنت ممثل العراق من ضمن 17 طالب. نعم. كل واحد يمثل بلده. صح. فأحكي لي شون تمت الآلية اللي تم اختيارك بها، هل كان أكيد الجامعة دور، كيف تم التنسيق، حابة نعرف من عندك. هي أول شيء تم اختيار
الطلاب كيف صارت؟ اولا الدي اف ار اي اللي هو المؤسس دبي للمهرجانات والتجزئه هم اختاروا 100 جامعات من ضمن الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن كل جامعه قدموا الافضل طلاب اللي عندهم بمجال التسويق اداره الاعمال والسفر والسياحه فكل طالب قدم لقاء للدي اف ار اي وبعدين السؤال اللقاء كان ما هو فكرتك انه تخلي الناس ببلدك يجون للامارات حتى يجون لل يعني تجذبهم انه يجون للمهرجان طيب وبعد شلون يعني انه انت قدمت اقتراح او قدمت مقال او قدمت افكار جديده بحيث انه تم استدعائك على اساسها انا قدمت افكارين فكرتين الفكرة الأولى كان اللي هو فلاش موب اللي مثلا إذا تروحون للمنصور مول مثلا تشوف كل الناس قاعدين بالكوفي شوب وشغل مطاعم ومثلا يجي عازف يعزف يبدي يزعف بعدين يجي واحد ثاني واحد ثالث رابع خامس سو اون سو فورث تصير كبرفورمانس فشي كلش حلو كلش جيد الثاني فكرة كان اللي هو الدي اس اس نسوي برنامج على التليفون على السمارت فون تخلي الناس يزورون المكانات اللي لها علاقة بالدي اس اس مثلا تخليها بالمول تخلي الكيو ار كود اوكي وبالبروجرام بتسوي السكان للكيو ار كود وياخذك على مكان معين ومن هاي المكان تدور وتشوف كود لاخ يعني مثل جايد بالضبط مثل جايد مرشد يعني مثلا صح يعني انه انت تدليه بس بعدين انه يصير عنده هذا وين رايح وين جاي كذا نرجع لك شون واهلا وسهلا بك حامد حلو عزفك انا اعرف انه انت من صغير تعزف وانك انت طالب بالقانون باي مرحله؟ مرحله ثانيه اي وجيت دبي الان وفي افكارك الكثير من المشاريع ومن الصراحه انا تقريبا صار لي شهر او اكثر من شهر في دبي نعم تقريبا زياره وعمل نقدر نقول بس على الاكثر العمل يعني عندي هنا اعمال موسيقى تصويريه لافلام قصيره حلو اي ومهرجانات بالشارقه و... حلو يعني مزدحم جدولك الحمد لله الحمد لله ايضا انت مشاركات لك ولك على اليوتيوب مقطوعات خليتها اي حلو طيب نتحدث عن من العود الى هذه الافلام اللي حضرتك ذكرتها هل هي بتكليف منهم ام انت راح تسوي يور اون بروجكت يعني انت راح مشروعك تشتغل الصراحه يعني ما اعرف هي صارت صدفه بالبدايه يعني اصدقائي مخرجين وكاتبين سيناريو فحبوا يجربوا يعني وياي بالافلام على الموسيقى يعني انطوني رايهم انه اطرح موسيقى للافلام اللي هم يشتغلونها انا الف على قصه الفيلم يعني اي طبعا اي فبديت اشتغل يعني شلون التجربه؟ يعني زينه نقدر حلوه؟ ما خفت منها؟ لا ليش بالعكس حلو حلو هيك بدون خوف و الان نشوف هذه على تمر على الشاشه بس هذه باي حفل كان؟ هذا فيلم هذا الفيلم اللي حضرتك الان اي نعم هذا مدته فيلم قصير هو هذا فيلم مدته 3 دقائق نعم اخراج ميثم خلف كتابه السيناريو حسين حديد طبعا هذا الفيلم يعني جدا عجبني صراحه وايضا الفت للموسيقى هذا الفيلم يتضمن فقرتين يعني مهمه جدا يعني بمجتمعنا الفقره الاولى هي الحروب ومخلفات الحروب وسلبيات الحروب والفقره الثانيه هي المراه المكمله للرجل يعني دور المراه اي ففيلم واقع جدا بالنسبه للعراق هذا ناوي بيتشارك يعني ناوي اكيد هي اكيد مهرجان ابو ظبي اي مهرجان في اربيل يعني هو المخرج يتكفل بالمشاركه ان شاء الله
كلش حلو. تعزف على آلة؟ أنا أعزف طبلة. والله؟ حلو. يعني أنت عندك هيك عزف صعب على الطبلة؟ لا عادي، هو يقام تمرين يحتاج تمرين، بس هو يحب العود يعني. سألني على أشياء يعني ظاهرة داخل بالوسط الفني. أي حلو، واحد عنده اهتمامات. أنت حضرتك بالقانون والعود، وهو أيضا الآن دخل في تجربة جديدة، بس اكتشفنا انه ايضا عنده ميول فنيه. طيب راح نشوف مجموعه من الصور راح تمر على الشاشه، نشوفها. هذه الصور يا تعلقنا عليها. هاي البارحه رحنا للاميريتس هوسبيتاليتي. هم خلال اسبوعين سووا لكم جدول زيارات. نعم. زيارات ميدانيه. نعم. وين تروحون؟ نعم. فهاي كانت ويا المجموعه المشاركه. وهذه الصوره. نعم. هاي الصوره بعالم مدهش لما رحنا زرنا، شفنا الإدارة المهرجان. نعم. وتعلمنا شلون الشغل تصير. لما تروح هاي يمكن ما تشوف الشغل الإداري اللي يكون بالضبط. الناس عليها بس الظاهر، بس التنظيم بالضبط. التسويق هي فشي كلش حلو. اليوم من الأيام رحنا مكتب استثمارات خارجية دبي. تعلمنا شلون العلاقة بين الاستثمار والتسويق، شلون شقد مهمة هي. شنو شلون أكثر شيء شدك يعني من كل هذا اللي رحت له؟ يعني شنو عجبك أكثر شيء؟ أكثر شيء اللي أنا حبيته لحد الآن اللي هو تجمع الدول. يعني كلش حلو لما قاعدين الدول العربيه. أيوة، كل 17 شاب من مختلف الدول انه قاعدين تعيشون هذه التجربه. اكيد نشات بيناتكم علاقات وراح تواصلون ان شاء الله بعد بعد المهرجان. سالوك اسئله؟ قالوا لك سالوك عن جامعتك؟ سالوني عن جامعتي. سالوني كم كلمه بالعراقي مثلا. هذا شو تسموه؟ هذا شو تسموه؟ يعرفون شكو ماكو، يعرفون هواي اشياء. اكيد هاي معروفه. من اول يوم. هذه اول مره شوان تشارك بهكذا مهرجان، هذه الزماله التدريبيه اللي اجتك. ف اليوم اكيد كل اللي اكتسبته خلال هذه الفتره ولو هي قصيره بس كانت مكثفه، اكيد من ترجع للكليه راح كل زملائك تقول الاداره عن اللي صار. صحيح؟ صح. انا راح احاول الافكار اللي تعلمتها هنا اطبقها بشغلي وبدراستي. لان بلدنا في العراق عندنا الاوتيلات موجوده، المطاعم موجوده، المكانات السياحيه موجوده، بس ناقصنا شنو؟ الاعلان، او ناقصنا شنو؟ التسويق، الخبره العالميه. اللي هو هاي اهم شيء، انه نشتغل بمستوى عالمي. بالضبط. أي. بالضبط. اي ناقص هذا. حضرتك طالب في الجامعه الامريكيه في سليمانيه. الجامعه الامريكيه في سليمانيه. نعم. قسم الماليه. صار لك شهر ايضا عشت نفس الاجواء حامد. أيوة. صحيح. شلون نشوف هنا هم يستغلون حتى اربطها ويا قضيه شلون هنا ايضا كثير من العروض اللي هي يروجونها تدخل فيها الموسيقى. اكيد. تدخل فيها الموسيقى، تشوف انه كل شيء مرتبط بحدث، يعني اذا كان فنانين او عازفين او كذا. فتحب انت من خلال مشاهداتك الكثيره في اي مكان عجبك تقول انه اتمنى هنا يعني يشوفني هذا القدر من الناس او كذا؟ الصراحه هو الموسيقى وين ما كان يعني. رحت نافوره دبي؟ سمعت فرات؟ اكيد ست ام كلثوم. يعني اكيد الناس باي مكان تحب الموسيقى. يعني هي الموسيقى يعني غذاء نقدر نقول. تحس هنا اهتمام الناس اكثر بهذه الاشياء يعني من الموسيقى، باعتبار انه في استقرار وفي شيء، فمزاج هالناس غير شيء. هاي 100% حاليا. يعني صراحه الاغاني اللي اسال الجديده عارفين انت الراقصه نقدر نقول السريعه الشعبيه شو تسميها، الناس بدات تميل لها يعني للاسف. يعني كثرة يعني، فقليل ونادر ما نلقى يعني عازف، يعني ناس تسمع موسيقى او عود او يعني اساتذه بالموسيقى. نعم. قليل. فالناس اتجهت لهذا الاتجاه. صحيح. مو حتى الترويج اعلاميا للموسيقى هو اقل بكثير
مما للاغاني، خلينا نكون واقعيين يعني. فبالتالي هو هذا ياثر، لانه انت قطع موسيقيه حتى لو عزفتها او خليتها على الشاشه او في الراديو، كثرتها ممكن واحد يتعلق بها بدون أكيد. ولكن احنا هم نراد بالاعلام شويه هم نركز على الموسيقى اكيد. هاي اكيد. طيب كل التوفيق لك حامد، وان شاء الله ربي نشوفك مره ثانيه وانت محقق الكثير من الانجازات. تسلمي. ايش راح تسمعنا هسه؟ نسمع منك. بس حابه انه انا شفت لك على اليوتيوب اذان الموت. اي نعم. هذه احكي لنا شويه عنها، عن اليوتيوب الموجود. طبعا اذان الموت هي فكره، هي اولا بالبدايه هي عزله يعني مده شهرين بالبيت، فحبيت استغل هذه الفرصه يعني. اسباب العزله اللي خلتني انا ما اطلع من البيت لمده شهرين، استمرار كلمة الموت يعني الموت الموت موت في بغداد في ويوميا واحد يشوفه اكيد. فصارت شلون يعني يوميا يعني شغلة دائمية صارت عندنا، فحبيت اوظفها كشكل دائم ببغداد. فوظفتها عن طريقة الاذان. الاذان فسميتها اذان الموت. فاشتغلت عليها والحمد لله. شلون الناس شلون تقبلتها؟ الناس اكيد تتقبلها، اكيد تتقبلها يعني، خاصه اللي ببغداد واللي بالعراق طبعا، لان يعني هو ايضا يعني واقعيه بحته. اي نعم. نشوفها في مجال، نشوفها في راس اذان الموت. سعداء ان التقينا بك اليوم، واكيد هاي فرصه طيبه انه اليوم انه نتمنى انه هذه الفرصه ايضا تكون متوفره لكل الطلاب وكل الجامعات العراقيه. اسبوعين على قصرها ولكن مثمره وجاءت باشياء كثيره. صح مو صحيح؟ صح. ايش حابه تقول بختام هذا؟ حبيت اشكر كل المؤسسين البرنامج، واتمنى اشوف بلدنا تتطور هالمجالات التسويق ان شاء الله، وايضا كل افكاركم اللي تطرحوها ان شاء الله بلدكم يستفيد منها ان شاء الله. شلون شرفتنا اليوم وموفق، وان شاء الله ترجع لسليمانيه ويا كل هذه الافكار الحلوه هاي، وان شاء الله هناك من يعني يؤمن بيك ويؤمن كل الشباب انه ياخذون بافكارهم ويبدونها. اوكي يعتمدون عليهم. شكرا حامد. كل التوفيق لك. حلوه يا عيني بغداديه. اتمنى لك كل التوفيق اكيد، وان شاء الله تكون القادم يكون يحمل كل الفرح ان شاء الله، وبلا اذان موت ولا اي شيء. لا هذا واقع، ولكن هو واقع مؤلم. ان شاء الله انه بيكم والامال والطموحات والاحلام اللي انتم اللي تحملوها هو اللي يكون بيكم. طبعا احنا نطمح للاحسن. اكيد اكيد. وجودك اليوم اسعدنا. الله يخليك. ولك الختام هذا اللقاء. اوكي شكرا.
نعم اكيد.